عبد الله 28 عام 37 اختراع وباقي مازال ما يعطي، خاص غير اللي يحتضنوا. شنو قصتك مع الذكاء والعبقريه؟ منين جاتك هذه العبقريه؟ اولا شكرا على الاستضافه هذه. مرحبا بك. قصه الناس هذا البرنامج اللي كان كنقدروه وكنحترموه لانه كيسلط الضوء على المشاكل اللي كيعانيوا منها كافه المواطنين. مرحبا بك سيدي. قصتي مع العبقريه ومع العالم ديال الاختراع بشكل يعني خاص هي رساله في الحياه او الرساليه في الحياه. يعني ملي رسبت في السنه التاسع اعدادي صرحت راسي انا شنو باغي، واش بصح انا خاصني نكمل قرايتي ولا باغي شي حاجه اخرى من غير قرايه، باغي شي تخصص، باغي شي حاجه نوصل ليها في حياتي. واخا عبد الله، واش تنسمع العبقريه كيجيب لنا الله باللي ممكن يكون طفل صغير عبقري منك، منين تزاد هو تبارك الله ذكي متفوق من الدقه الاولى، وانت دابا شرتي لواحد اشاره مهمه والرسوب سقطتي، يعني ما كنتيش الطفل اللي متميز بشي حاجه اللي ما كايناش عند الاطفال، مادام سقطتي ما كنتيش متفوق دراسيا. لا، هي المساله ديال الطفل هذه مساله صحيحه، لانهم اصلا في بعض الدول كيصاردوا خبراء نفسانيين من الروضه ديال الاطفال ملي كيكونوا باقين في المرحله النفسيه الثانيه، يعني بين 6 سنين و 6 سنين، كيفرقوا عليهم اللعيبات بصفه نصف شهريه او شهريه، ومن خلال الاختيار ديك الاطفال هذوك ديك اللعاب وطريقه اللعب ديالهم بها يكتشفوا المواهب ديالهم، وبالتالي كيوجهوهم التوجه الدراسي الصحيح. هادشي عشتي حتى انت سي عبد الله ولا شي في الغرب؟ هادشي هذا ما عشتوش، عشت يعني طفوله عاديه جدا. يعني من المسيد من الروضه ديال الاطفال الابتدائي من الاعدادي. ولكن في الاعدادي وبالضبط في السن ديال المراهقه ديك ساعاتك صراحه كنت نزال قباني ديال القسم. كنت شاعر؟ كنت شاعر في ذاك الوقت هذاك. ادبي اذا؟ لا، كان كيعجبني الادب لواحد الدرجه كبيره بزاف، وباقي كيعجبني الادب واللغه العربيه لواحد الدرجه كبيره بزاف. إيه؟ ولكن اللي وقع هو ذقت طعم الرسوب، لانني تبعت يعني اللي كيمليه العقل ديالك في ديك المرحله هذيك، مرحله ديال المراهقه. ملي ذقت طعم الرسوب، ديك طعم الرسوب هذاك خلاني انني نفتح عيني على بزاف ديال النقاط، ونصارح راسي على بزاف ديال المواهب اللي فيا. فشوف من عمر هادشي عبد الله؟ يعني كان في العمر ديالي حوالي 15 عام. وديك الساعاتيك درت رسالتي في الحياه، صرحت راسي وتذكرت المعلومه هذه اللي قلت لك. ف قلت انا استرجعت الذكريات ديالي وشفت انا شنو كان كيعجبني ملي كنت باقي صغير. كان كيعجبني انني نلعب بالسيارات الكهربائيه، النهار الاول كنلعب بها، النهار الثاني كان فسخه. فقلت انا غادي نتوجه في المجال ديال الميكانيك، والحمد لله رب العالمين ديك الشيء اللي بديت به ودخلت المجال ديال التكوين المهني، التخصص ديال ميكانيك السيارات. وكان واحد المجهود، يعني واحد المجهود كبير بزاف، بحيث انني انتهجت منهجيه ديال التعلم، انني نقري راسي بيدي، لان ديك الشيء اللي كنا كنقراوه في المدرسه ما كيقنعنيش، يعني او ما كيشبعنيش، ما كافيش باش يعطينا عبقري واختراع واختراع كبير. فبديت كنقرا راسي، قريت المحركات ديال السيارات كامل وما شبعونيش، يعني ما شبعونيش، يعني كان فيا الجوع ديال العلم، كان خاصني نقرا، النهم ديال العلم، العشق للعلم، العشق يعني لواحد المسألة، انك خاصك تعرف نحب المعرفة، انك خاصك يعني باقي شي حاجه ما وصلتيهاش، باقي شي حاجه ما حسيتش بها. درست المحركات ديال الطائرات من بعد المحركات ديال السيارات، فهمتهم ولله الحمد. من بعد ديك ساعاتك دخلت المحركات ديال البواخر. نعم. وهذا الشيء هذا كامل جعلني انني نخترع المحرك ديال الهليكوبتر. شحال خدا منك ديال الوقت عبد الله باش ما بين 15 عام حتى لين وانت صالحتي مع راسك وانت كتقلب على المعرفه وانت كتبحث وانت تدير هذا المجهود كله، شحال ديال الوقت باش قبل ما تختار هذا المحرك ديال الطياره؟ يعني بين 15 عام عاودت السنه الدراسيه ديالي اللي هي التاسع اعدادي ونجحت فيها، ومن ثم دخلت للتكوين المهني التخصص ديال ميكانيك السيارات، يعني في 2001 في 2002 اخترعت المحرك هذا. إذا ماشي بزاف، ما خديتيش بزاف الوقت. لا ما كانش، لأن كانت رسالة في الحياة.
الوحيد اللي كتب عنده واحد الرساله وكتب عنده واحد الرؤيه مستقبليه عنده هدف عارف اش باغي طبعا وهذه مساله مهمه لواحد الدرجه كبيره بزاف والحمد لله يعني اول حاجه اخترعتي هي المحرك ديال الطياره هي المحرك هذا المحرك الدوار المدور المربع او موتور روتاتيف روتور كاري المحرك هذا اللي كيصلح الطائرات العموديه وكيصلح حتى بتغيير بعض القواعد الميكانيكيه فيه ممكن انه يصلح السيارات وممكن انه يصلح البواخر. كان هذا هو اول اختراع عندك في حياتك؟ هذا اول اختراع في حياتي. وما كاين ما احسن من البدايات والسحر البدايات، انا بغيت نعرف النفسيه ديالك وانت اخترعتي الموتور ديال المحرك ديال الطياره. يعني غتكون لحظه تاريخيه في حياتك. ماشي تاريخيه وصافي الصراحه ملي كنسترجع ديك الوحيد ملي كتجي لواحد الفكره اوليه وكيشوف على انه حط يده على اول طريق في التطبيق ديال الرساله ديالو اللي عنده في الحياه والرؤيه اللي كان كيتخيل وكيحلم بالحياه ديالو تطبيق ديك الاحلام هذوك يعني واحد لحظه لا توصف اذا الحلم شديتيه بيدك بالضبط واخا نخليوها هنايا حيت مازال عندك بزاف تاع الاختراعات الا مشينا من 1 حتى 37 يعني تبارك الله راه مجهود كبير القصه هضرنا على الاختراع الاولاني ومن بعد الاختراع الاولاني اكيد اختراعات واحده اخرى 36 تبارك الله اختراع البدايه كانت بمحرك ديال الطياره الاختراعات الاخرى شنو كان فيها؟ اختراعات اخرى كانت اولا هذا الاختراع الاول هو اللي ادى واحد الجانب كبير بزاف وباقي لحد الساعه على الصحه يعني الوطنيه والمجهود ديالي يعني على الصحه الوطنيه ولا الصحه الدوليه اما الاختراعات اخرى كانت في المجالات مختلفه فحال الاختراع الثاني اللي هو سيستم اوتوماتيك بور نتواياج دو فيتر لي باتيمون ديال الزاج درت لهم واحد سيستم كينطويهم بلا ياخر ما يبقى هابط بالسطح هو كينطويي او شيء من هذا القبيل. هذا الثاني. واخا عباك نرجع معاك هضرتي على الاختراع الاولاني وقلتي بلي القصاده مزيان على برا، شنو وقع مع هذا الاختراع؟ واش خرج واش طور؟ شنو كان المصير ديالو؟ هذا الاختراع هذا من بعد ما احصلت على البراءه ديال الاختراع او بروفي دانفونسيون وطنيا سنه 2005 درت واحد لو ريشيرش انترناسيونال. باش نشوف ديك الاختراع هذاك واش كاين في حاله ولا ما كاينش يعني في التاريخ ديال الاختراعات. درتو في المؤسسه الاوروبيه ديال البحث في لاهاي. والحمد لله كان رد ايجابي ان ما كاينش في حاله. رغم ان امريكا مثلا من 1960 حتى 1984 ولحد الساعه بقى كتحاول ما امكن دعم ديك الاختراع هذاك وما قدرتش. وجا واحد المغربي ودارو. وديك السنه ديال 2005 الحمد لله تصنفت المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا في المنظمه الدوليه ديال الملكيه الفكريه في جنيف الويبو. ديك الساعه صنعت بروتوتايب او النموذج العملي المصغر بتمويل خاص بتمويل من عند الاسره ديالي. يعني هاد النجاح كله هاد الاعتراف الدولي كامل وفي نهايه المطاف مازال كتمول من جيبك. بالضبط. علاش في نظرك؟ في نظري لان ما كاينش على الصعيد الوطني باقي ما صيبتش شي وزاره ديال الصناعه تقدر تمول الاختراعات ديالي او تستجب غير الطلبات ديالي ماشي تمول فقط غير الطلبات ديالي ولكن للاسف ما جاتكش عروض على برا مادام الاختراع ديالك وصل على برا والصدى كاين دوليا ما جاتكش عروض انها تمول لك كما السي محمد داكشي اللي سمعنا نعم في 2006 جا واحد العرض من فرنسا انا نسافر لفرنسا بجواز سفر فرنسي وانهم يشيلوا مني البراءه ديال الاختراع. كيفاش بجواز سفر فرنسي؟ يعني نسافر من الدار البيضاء لباريس بباسبور فرونسي. ولكن الثمن يعني ديال الشراء ديال البراءه ديال الاختراع كان ثمن يعني مغري واحد الدرجه كبيره بزاف اللي هو 380 مليون ديال الاورو يعني اكثر من 450 مليار سنتيم. انا ما بغيتش نطلع لفرنسا علاش لانني كما قلت لك في الاول عندي رساله في الحياه ولكن هذا عرض اللي ماشي فقط مغري يمكن لكن شي سميه واحده اخرى اكثر من مغري كيفاش بقات رسالتك في الحياه من 15 عام قاومتي بها هذا الاغراء هذه الجاذبيه هذا هو الفرق اللي كاين بين انسان عنده رساله في الحياه وانسان ما عندوش رساله في الحياه وهذا
مساله من ضمن الصفات ديال المخترعين، كاين عدم الاعتراف بالمستحيل، كاين الثقه بالنفس، ولكن ماشي اي ثقه بالنفس، الثقه بالنفس التي يخاف منها الشك وتخاف هي من الغرور. وكاين ديك الساعات ديك الموسوعيه، وكاين بزاف. ولكن عبد الله الله يخليك، نبقى نقول لك في هذه النقطه، كنسمعوا دائما على الهجره ديال العباقره، الهجره ديال الادمغه اللي كتشري يمكن بقل من هذا الثمن وكتمشي على برا وكتعيش تمايا وكدير تتحقق الاحلام والطموحات ديالها. اذا كاين المخترعين المغاربه اللي مشاو على برا واللي استفدوا من هذه الاغراءات الماليه الكبيره. علاش انت ما فكرتيش في لحظه من اللحظات، لانه الاختراع ديالك فيه فائده الانسانيه، فيه فائده الاقتصاد، فيه بزاف الحاجات، علاش ما فكرتيش مثلا بهذا تمشي في هذا الاتجاه؟ لانني كنفكر في بلادي، واذا مشيت انا وسافرت وسافرت سي عزيز وسافرت سي محمد، شكون غادي يبقى في المغرب؟ ولو انه ما احتضناتكش وما ولادكش بلادك، هذه بلادي. يعني نواجه معها اللي صعيب واللي سهل. وعمري ما نفرط فيها. يعني اذا سافرت انا وسافر المخترعين كامل وسافر العباقره اللي عندنا في المغرب يعني شكون غيبقى فيها؟ شكون غادي يبقى فيها؟ شكون ماشي ساهل في التقدم لهذ البلاد هذه باش تولي بلد متقدم تكنولوجيا او شيء من هذا القبيل؟ واخا هذه الرساله ديالك وهذا العمق باش كتهضر، حاولتي توصلوا مثلا للجهات المسؤوله طبعاً الوزارات ديال الصناعه طبعاً والاقتصاد في المغرب باش يفهموا هذه الرساله ديالك؟ لا، هذه المساله هذه راه ثلاثه ديال الوزاره ديال الصناعه اللي تناقشت معهم، يعني براءة ديال الاختراع ولا من الصناعه ديال البروتوتايب ولا لو غوشيرش انترناسيونال او شيء من هذا القبيل. اللي غادي نقدموا لك حنايا هو التثمين ديال الاختراع ديالك. شنو كيقصدوا بالتثمين؟ التثمين هو التقدير ديال القيمه التكنولوجيه ديال الاختراع ديالك، وهذا كان فقط يعني حتى يوجد لا ماشي حتى يوجد، وهذا فقط يعني هذا المشروع ديال التثمين هو كان شراكه في ذاك الوقت، هذاك العام اللي فات، شراكه او نقدر نقول لك يعني بمصطلح يعني دقيق، مشروع في طور الدراسة بشراكة بين الوزارة ديال الصناعة وبين لومبيك. وانت وهاد المسألة هذه يعني قال ماشي نجربوا بها او مش تكون يعني مساله في المقابل هذا، يعني تثمين ديال الاختراع ديالك باقي كنستنى لحد الساعه. في ظل هاد المشاكل وفي ظل هاد الاجوبه الصادمه اللي هضرتي عليها، واش ما ندمتيش على شحال من مليار قلتي؟ ما ندمتيش عليهم؟ اكثر من 450 مليار. ما ندمتيش عليك 450 مليار؟ لا ما ندمتيش.